مذهب من القاهرة إلى العاصمة الألمانية برلين. من هناك سيد ماجد كيالي الباحث في العلاقات الدولية. سيدي، سنتوقف معا مع محورين: اجتماعات العشرين والاحتجاجات التي شهدتها بعض نقاط أوروبا. فيما يتعلق بالإدانة الروسية، هل أنت مع ما اتهمت به موسكو هذه المجموعة بأنها خرجت عن الإطار المتعارف عليه في مجموعة العشرين؟ ولماذا بادرت برلين بهذا الهجوم على الصين في هذا التوقيت وهي تعلم أن هذا خارج إطار القانون الحاكم لأداء مجموعة العشرين الاقتصادية في الأساس؟ مساء الخير. أولا، واضح منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وإحنا نتحدث اليوم بعد عام على ذلك الغزو، أن هناك نوع من الانقطاع عن الواقع، في نوع من الإنكار للواقع وللتداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا من قبل صانع القرار الروسي. يعني لنلاحظ أن صانع القرار الروسي أسمى تلك الحرب باعتبارها عملية عسكرية خاصة، لكن ما هي هذه العملية العسكرية الخاصة التي ينجم عنها تدمير مدن وتشريد 10 ملايين أوكراني وكل هذا الزلزال الحاصل في العالم؟ إذن هناك في نوع من إنكار. لنلاحظ أيضا أنه روسيا تواجه عزلة ليس فقط على صعيد الحكومات، مثل ما شاهدنا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومثل ما شاهدنا باجتماع الدول العشرين، أنه في مين هو مع روسيا في غزو أوكرانيا؟ هي بيلاروسيا، سوريا، النظام السوري، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، وأريتريا، ومالي، ونيكاراغوا. ما في حدا، 5-6 دول هن فقط اللي بصوتوا تأييد لروسيا في تلك المحافل. إذن هناك في نوع من إنكار في هذا الأمر، حتى على صعيد مثلا المظاهرات اللي شهدناها في برلين اليوم. امبارح اصلا في يوم الجمعه، في بمناسبه مرور عام على الغزو الروسي لاوكرانيا، شهدت برلين مظاهرات حاشده ضد ذلك الغزو. اليوم طلع حوالي 10,000 كان حزب اليسار، وهذا امر طبيعي. احنا عم نحكي عن بلدان فيها تعدديه بالراي، فيها تعدديه حزبيه، الشيء الطبيعي انه يطلع الناس يعني ضد رأي الحكومة أو ضد رأي الائتلاف الحاكم. لكن الشيء المش طبيعي أنه في بلد مثل روسيا ممنوع حدا يطلع، أو ممنوع أو جريمة من يعبر عن رأيه في أنه هو ضد غزو أوكرانيا. لذلك اليوم شفنا أنه حزب اليسار، اللي هو على فكرة له حوالي 38 عضو في البوندستاغ بالبرلمان الألماني من 736 عضو، يعني هو حزب صغير جدا. لذلك المظاهرة اللي عملها اليوم هي أيضا مظاهرة صغيرة. أنا أريد أن أقصد بكل قولي ذلك أنه روسيا في حالة عزلة عفوا على الصعيد المجتمعي في البلدان الأوروبية، وأيضا على صعيد الحكومات في العالم، هي في حالة عزلة الحقيقة نتيجة يعني إنكارها لكل ما جرى، وإنكارها للواقع والمراهنات الخاسرة التي وضع بها بوتين شعبه ووضع بها روسيا أمام العالم. هل تعتبر سيدي أن هذه العزلة هي أحد أدوات الولايات المتحدة في مواجهة روسيا؟ هلأ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسات، طبعا هي تستفيد من أخطاء بوتين، تستفيد من مراهنات بوتين. بوتين مثلا أراد أن يفك العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال غزو أوكرانيا، أراد أن يعني توقع أنه ينهار حلف الناتو، ينهار الاتحاد الأوروبي، إلا أن كل تلك المراهنات تبينت عن أوهام، لأن العلاقة عن أخطاء في التقديرات، هذا ما تقصده؟ طبعا، لأن وبناء عليه الولايات المتحدة هي الأخرى سعت من قبل هذه المعركة، من قبل إقدام روسيا على هذا الغزو أو على هذه العملية العسكرية أيا كان المصطلح، على فك هذه الروابط أيضا ما بين ألمانيا ابتداء وما بين روسيا.
اللي يعني اوكي الولايات المتحده الامريكيه لديها موقف مثلا من خط نورد ستريم 2 ونورد ستريم 1 من امدادات الطاقه الارتهان لامدادات الطاقه الروسيه، لكن مع ذلك اوروبا لم تصغي السمع للولايات المتحده الامريكيه ومضت في مشروعها للاعتماد على الطاقه الروسيه. لكن من الذي قطع هذا المسار؟ الغزو الروسي. ثاني يوم من الغزو الروسي لأوكرانيا، ألمانيا أوقفت اعتمادها نهائيا على النفط والغاز. هل فقط الإعلان الروسي لوقف هذا الاعتماد، الإعلان الألماني عفوا للاعتماد على هذا النفط الروسي، كان برغبة محضة من قبل برلين أم نتيجة لضغوط من قبل الولايات المتحدة لها من التاريخ ما لها؟ هلا أنا لا أريد أن أنفي أنه يعني هناك سياسات معينة للولايات المتحدة الأمريكية. إحنا إذا دولة معروفة أنه هي دولة إمبريالية، دولة التي تهيمن على العالم، إلها سياساتها. لكن أود أن أقول أنه من الذي يسهل تلك السياسات أو من الذي يستدرج إلى تلك السياسات؟ عظيم. يعني لولا تسمح لي بمقاطعة أخيرة لو تكررت سيد ماجد، مقاطعة أخيرة فيما يتعلق بكل هذه المصطلحات والرغبة في التحليل من البادئ ومن المخطئ في كل هذه الموازنات. في النهاية الحرب قد وقعت، وكل ما يحدث على الأقل من قبل من يتابعها ويحاول أن يحلل الأفق المرتبط بها يقول أن أيا كان من هذه النداءات، محاولة الحصار أو الضغط في الاستقطاب، هي في الأخير جزء من أدوات هذه المعركة والصراع بين الولايات المتحدة وروسيا من جانب، والولايات المتحدة وروسيا والصين من جانب آخر. صحيح. لا يعني طبعا هذا أمر مفهوم، لكن من الذي يعني مين هو المعتدي؟ بماذا سيفيد ذلك؟ من البلد؟ من هو الطرف الذي قام بغزو طرف آخر؟ من الذي تشرد في الأمر؟ هل تشرد الشعب الروسي ولا الشعب الأوكراني؟ بمعنى أنه بغض النظر عن السياسات، لكن من هو الطرف المعتدي؟ هل لتكون هذه الموازنة حاكمة؟ يعني نسأل، وهل صدام حسين عندما ذهب إلى الكويت مثلا، هل كان هذا مشروع؟ هل هذا كان مراهنة صحيحة في تلك الفترة؟ ألم يؤدي هذا إلى العراق إلى حالة التدهور اللي هي لحد اليوم موجود دقيق في العراق؟ دقيق هذا الاستشهاد؟ طبعا دقيق، لأنه إحنا عم نحكي إذا كان بوتين بيقول إنه أوكرانيا هي جزء من روسيا، كمان صدام حسين كان يقول الكويت جزء من العراق، ولسه الكويت أكثر يعني باعتبارها بلد عربي يمكن أكثر الاستشهادات يمكن تكون أقرب أكثر لصالح ادعاءات العراق. ولكن هو بالأخير إنه نحن إذا بلد له ذو سيادة، بلد معترف فيه في الأمم المتحدة، إذا هذا اعتداء على هذا البلد، اعتداء على سيادة بلد. مثل ما أنا لا أرضى إنه أيضا إسرائيل أن إنه والله هي دولة تحتل أراضي الفلسطينيين مثلا، أيضا لا أرضى لروسيا أن تحتل أراضي أي دولة في العالم، يعني إن كان أوكرانيا أو غير أوكرانيا. هذا مثل ما برضه أيضا لا أرضى إنه أمريكا تحتل أي دولة أخرى في العالم. هذا هو الأساس، إنه في هون في طرف قام نعتبر أن هذا هو الأساس الإنساني وليس الأساس السياسي. فهذا أساس إنساني وسياسي لا يمكن. طب تسمح لي يعني الحديث معك يحتاج إلى مساحات أكبر سيدي، ولكن هذا حكم الوقت. أنا شاكر لك من برلين السيد ماجد كيالي الباحث في العلاقات الدولية، شاكر لك هذه المشاركة.